هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ نعم. الجواب إن الله تعالى قد فصل الموضوع وقال وعاشروهن بالمعروف. فإذا كان العرف الجاري في هذا البلد أن النساء يخدمن أن الزوجات يخدمن الأزواج فإنه يجب عليها أن تخدم زوجها. وإذا كان العرف الجاري أن مثلها لا يخدم في زوجه كأن تكون من يعني من طبقة تخدم ولا تباشر هذه الأعمال فعند ذلك الواجب في هذه الحال هو ما يناسب حالها لأن الله تعالى لم يفصل هذا المعروف الذي أمر به إنما أجمله ورده إلى ما تعارف عليه الناس وما اعتادوا عليه وما سلك في معاملاتهم وصار في أحوالهم.